السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وبنرجع إلى الدوري الإسباني أصدقائي، وثلاث جولات اليوم هي جولة 22 و23 و24، وما زلنا في الصدارة. ريال مدريد ب 59 نقطة، برشلونة ب 44 نقطة، فالنسيا 43، أتلتيكو مدريد 41. إلى المباراة جولة 22 مع ألفيز. أصدقائي لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك لنستمر معكم. أصدقائي خليكم معنا ومع المقطع، وبعد الفاصل نواصل. أصدقائي إلى الجولة 22 ومباراة ألفيز وريال مدريد، والأجواء ممطرة في الملعب. أرجو أن تكون المباراة سهلة. تمريرة جيد جدا، مقطوعة. يلا يا شباب، يبدو الدفاع قوي. بيل، يلا يا بيل، جيد جدا. لا، وين التسلل؟ وين التسلل؟ إيسكو متسلل. شفت؟ الله يا إلهي، بنزيمة وفرصة ضائعة، تسديدة رائعة من بنزيمة وتضيع الفرصة يا شباب. جيد جدا ايسكو. ايوه ايسكو، ايسكو يمر، شوت وهدف. هدف الاول من بنزيما، وسجل هدف اول في الدقيقة 23. تمريرة بشكل رائع الى بنزيما ويسجلها الهدف الاول. تسعة وعشرين هدف لبنزيما في الدوري الإسباني. بنزيما بطريقة جيدة إلى إيسكو. إيسكو هذا فول، يعني يستحق عليها البطاقة فوريا، يعني ما هو على الكرة بصحات. بطاقة صفراء لمارتون. يلا بل، لكن شوت. الله عليك، يلا يا بنزيما كملها. اضغطوا كاساميرو بشكل رائع. يلا بنزيما، بنزيما هل يمر باص؟ لكن حاولت اعمل 1 2 مشان، بس ما نجحت تماما. كاساميرو، وينتهي الشوط الاول اصدقائي بنتيجة 1-0 لصالح الريال. الى الشوط الثاني، ويبدأ الشوط الثاني اصدقائي، والكرة مع فريق ألفيز ومقطوعة عن طريق الريال. يجب أن نعزز النتيجة لنضمن الفوز، لكن الأمطار متبكوا شايفين الكرة، يعني بصير تقيلة على الأرض بسبب الأمطار والمياه على الحشيش. سدد سدد، لكن فاشلة. يجب أن نعيد. لا، ماذا الخطأ يا راموس؟ 1-1 للفريق، جاب التعادل فريق ألفيس أصدقائي. يعني شكلوا ضغط كثير علينا، واستطاعوا أنه يحققوا نتيجة التعادل، بس لكن بباص خاطئ من سيرجيو راموس يتسبب في تعادل النتيجة تماما. يجب أن نسجل هدف
لنأخذ 3 نقاط أصدقائي، شايفين الجول بشكل خاطئ من المدافع سيرجيو راموس ويسجل فريق ألفز النتيجة. هيا بنا لنسجل الهدف الثاني. يجب نخرج الكرة. لا لا Oh, back off the woodwork. They need to clear this. يا شباب، مواجه مباراة صعبة مع ألفز في هذه اللحظات. كورتوا. Good defensive play there. Oh, they can't keep the ball. الله عليك يا بنزيما، ويأتي في الهدف الثاني في الدقيقة 83. أصدقائي، عانينا كثيرا في هذه المباراة، وكان الضغط كثير يعني علينا من فريق ألفز الصعب، لكن بنزيما بلمسة سحرية يسجل الهدف الثاني، والمباراة خاصة في الأمطار تكون صعبة. الهدف الثاني لبنزيما. كثافة دفاعية وفجأة بنطلقوا، يعني عم بصير علينا مثل المرتدات. إيسكو، يا إيسكو يا إيسكو، وأضاع الفرصة هدف الثالث، وتنتهي المباراة أصدقائي بفوز ريال مدريد. الفوز الصعب عدو هاي في هذه المباراة، خاصة والدنيا الأمطار، يعني طبعا المباراة راح تكون صعبة جدا. الحمد لله انتهينا بفوزنا 2-1 وأخذنا 3 نقاط. إلى المباراة الجولة يعني 23 أصدقائي، لننطلق أصدقائي. مباراتنا الصعبة راح تكون مع أتيكو مدريد في الجولة 23 في مرحلة الإياب. لننطلق إلى المباراة ونشوف النتيجة، وراح تكون صعبة إن شاء الله نحقق الفوز. إلى المباراة أصدقائي، إلى مباراة أتيكو مدريد واللعب على أرض أتيكو مدريد طبعا، ونحن الضيوف. كريزمان، تبدأ المباراة أصدقائي، أمل أن تكون سهلة. جيد جدا مودريش. كارلس بيل، جوت. الله عليك يا كارلس بيل. لم نستفد من الركلية، ويخرجها مدافع أتيكو مدريد خوفا من اقتناص الكرة. الكرة مع أتيكو مدريد، وضغط مستمر من أتيكو مدريد، يريدون الفوز في هذه المباراة. يا إلهي، ما بيتركونا مجال. أحس الملعب مليء بفريق أتيكو مدريد يا شباب. أينما رميت الكرة تأتي في أقدام ريال أتيكو مدريد. الله عليك يا كورتوا، وأنقذنا كورتوا في اللحظة الأخيرة، والنتيجة 0-0 أصدقائي، ويبدو أنها سوف تنتهي هذه المباراة بعد هذه الركلية. أرجو أن تمر بسلام. حسنا، وتنتهي الشوط الأول أصدقائي. إلى الشوط الثاني، والمباراة صعبة جدا بصراحة، ولا أسجل ولا هدف في هذا الشوط. الشوط الثاني يبدأ. يقطعون كراتنا بسهولة. أتيكو مدريد، Surely it has to be.
Good defensive play. مرت بسلام هذه الكرة يا إلهي، كاد أن يفعلها ويسجل الهدف، لكن مرت بسلام. يلا ست يا إلهي، مرت ضربة ركلية. أرجو أن نستفيد من هذه الركلية ونحرز هدفا الله عليك يا إلهي، وفرصة خطيرة مرت، وكنا أن نحرز الهدف لكن ضاع علينا الهدف. يا إلهي كم يقطعون من كرات، كرات مقطوعة كثيرة. رفع، هيا، لكن الفرصة ضائعة. أوه مرتد مرتد يا شباب، جيد جدا. لا لا، أوه كانت خطيرة. ليش؟ لأن الفريق يبدأ يتعب ومستحيل أنه الركلية. الدفاع يشتتها قبل أن تأتي إلى قدم الحارس، وتغييرات يجب أن نغير نحن أيضا. نروح على تشكيلتنا وننزل لاعبين. راح أنزل بدال إسكو نحط أسانسيو، وفوسكيز نحطه بدال بيل، ونغير تشكيلتنا شوي. تنشيطا للدم، أمرنا تبديلات وركلية لفريق أتلتيكو مدريد. جيد جدا يا أسانسيو. زالت المباراة. وصلنا أصدقائي إلى الدقيقة 89 ولم نسجل أي شيء. إيه؟ يا حرام، أملنا الوحيد في هذه. رفع لكن دون جدوى، وتنتهي المباراة أصدقائي 0-0 لكل فريق نقطة، وكانت مباراة صعبة دون أهداف. إلى المباراة الثانية وهي في الجولة 24. أصدقائي مباراتنا اليوم مع جيرونا في مرحلة الإياب، بعدما تعثرت جولتنا مع فريق أتلتيكو مدريد في الجولة 23 طبعا أصدقائي، وتعادلنا في هذه النتيجة وتراجعنا وأخذنا نقطة. إلى مباراة جيرونا، إذا كنت مستمتع معنا اضغط زر اللايك والاشتراك لتستمر معنا، ويلا إلى الجولة الأخيرة في هذا اليوم. أصدقائي إلى مباراة جيرونا والكرة في ملعبنا طبعا أصدقائي، ملعب سانتا دييغو برنابيو، ملعب ريال مدريد. أصدقائي إذا ما لك مشترك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وحط زر اللايك لتستمتع معنا في هذه المباراة في الدوري الإسباني أصدقائي. يلا يا جيرونا، شو بدي يطلع مع جيرونا. هيا، لكنها فرصة ضائعة. مقطوعة من الدفاع، رمي التماسي ريال مدريد. كارلس بيل، الله عليك بيل، رفع فددها، الله عليك. لا لا، والعارضة تمنع الهدف الأول.
رمية ركلية لفريق جيرونا. يلم الكرة. يا إلهي. يا إلهي وكورتوا، ما الذي يحدث اليوم في هذه الجولات؟ يا إلهي لو مرت كان الوضع سيكون جيدا. جيد جدا. كروز سدد سدد. يا إلهي رمية ركلية. يلا يا كروز. راموس أين رأسيتك يا راموس؟ يسلم. لا وكرة خطيرة، ما الذي يحدث؟ يبدو أننا اليوم غير محظوظين بالتسجيل. هو الدفاع يخرج الكرة. إلى أين؟ They've lost possession. يا إلهي. ويشتت كرة وينتهي الشوط الأول أصدقائي. أيضا 0-0 ونتائج سلبية لهذه الجولات. إلى الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني والكرة مع جيرونا. أأمل أن نحقق نتيجة جيدة وأن نقبل بالتعادل أصدقائي. والكرة أتت إلينا. يا وصلنا للدقيقة 69 دون أن نسجل أي هدف. ديولبا. شوطة. الله لك الله لك، ولكن العارضة تمنع تحقق الهدف الأول. يا إلهي خلينا ننتظر وننزل لاعب. راح ننزل لاعبنا، راح نشوف أسنسيو ننزله بدال إسكو. نجري التبديل لتجديد الدم في هذه الدقيقة. إسكو يخرج، أسنسيو يدخل. تسديدة. أوه يندب حظه. تسديدة رائعة من أسنسيو. بجانب القائم وبشكل خطير. وصلنا للدقيقة 82 وما زالت النتيجة السيئة السلبية 0-0. يا إلهي فرصة خطيرة لفريق جيرونا ويهدّدوننا بالتسجيل هدف. انظروا يا أصدقاء وتخرج الكرة. كورتوا ينقذنا ورمية ركلية. يلا يا شباب أحسنت كورتوا. إن شاء الله ما تكون ركلية. يا إلهي ركلية. يبدو أنهم لن يخرجوا قبل أن يسجلوا الهدف الأول. يا إلهي كورتوا أنقذت الفريق. يا كورتوا هجمات خطيرة في نهاية الشوط الثاني.
proud of himself for getting that ball away. يلا يا سانسيو. Now can they develop this down the flank? الله عليك، انظروا في الدقيقة 92 مسجل قبل انتهاء المباراة بدقيقة ونصف وفي الوقت بدل الضائع نحرز الهدف الغالي الذهبي، الهدف الأول، ومن أتى به؟ أسانسيو. تبديل رائع وتسجيل أروع. الله عليك يا أسانسيو، ويسجلها من زاوية صعبة ونأخذ الثلاث نقاط. قلت لنفسي لقد تعثرنا مرة أخرى، ولكن لم نيأس. بديلنا أسانسيو يأتي في الهدف الأول ويأتي بالثلاث نقاط، هدف في الدقيقة الأخيرة. أصدقائي، هدف يجب أن نحافظ عليه في هذه الدقيقة الأخيرة. أحسنتم، والهدف محرز وجيد جدا، وثلاث نقاط لفريق ريال مدريد. يبدو أن هناك فول ولم تنتهي المباراة. وما هو الفول؟ تسلل يعني؟ لم ننتبه جيدا. لا شيء، يعني ستنتهي هذه المباراة في هذه الضربة. يلا يا حكم، نهي المباراة، انهي المباراة يا حكم. صوت 94 و95. احسنت كورتوا، يلا يا حكم صفر، اطلق الصافرة وخلصها بقى، خلصها ونأخذ ثلاث النقاط الصعبة. اشعر بان مباراة برشلونة وليست جيرونا. تماما. نحن الآن في الصدارة ب 66 نقطة، فالنسيا يتقدم إلى المركز الثاني ب 50 نقطة، وبرشلونة ب 49 نقطة بفارق مريح. نحن في الصدارة، لكن مباريات بدون شك كانت صعبة علينا، وسنلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة مع ليفانتي مع الجولة 25. أصدقائي، أصدقائي لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك لنستمر معكم في هذه السلسلة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.